أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيكون مصدر الخير لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها، ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام. وخلال زيارته لمدينة رأس الحكمة، كلف رئيس الوزراء محافظ مطروح بأن تعرض عليه خطة تسليم الأراضي البديلة بشكل يومي وتحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم لإسراع الخطى في هذا الملف. ووعد رئيس الوزراء الأهالي بتنفيذ أي مطالب لهم، حيث طلب الأهالي بإنشاء مدرسة تجريبية بالمنطقة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ هذا المطلب.